طبعا ايوه بس معليك احنا معناش باسبورات امريكاني يعني. مفيش مشكله، القانون هناك بيكفل لاي مستثمر مهما كانت جنسيته انه يؤسس شركه ويزاول العمل اللي بيحبه عشان يزود الدخل وفي نفس الوقت يشغل عماله وينعش الاقتصاد الامريكي، بس المهم انه يلتزم بالقانون. واحده واحده يا سياده الوزير، عايزين نستفيد من كل كلمه، بس الاول ناكل لقمه عشان نشحن ونعرف نتكلم. ايوه صح يا حاج، وبعدين بقولك اذا جاء الطعام يا معالي الوزير اكل الكلام. فوطه حلوه كده لكل الغوايش والخواتم اللي في المحل، يفتهم كويس، عايزهم يبرقوا يلعلعوا يلالوا في عيون الزباين، فاهمني يا واد ادم؟ يا حاج انا لسه ملمحهم كلهم امبارح، وبعدين انا ما شفتش كده في كل محلات الذهب اللي اشتغلت فيه. لا 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 لا، كل شيخ وله طريقه يا بني ادم، وبعدين خد بالك كويس، انا راجل صعب ومحبش حد ينيشني. حاضر يا حاج حاضر. يلا اعمل اللي بقول لك عليه. مساء الخير يا سي توفيق. منيره ده اهلا. انت ايه اللي نزلك يا منيره؟ يا اخويا زهقت من القعده لوحدي، قلت اما اجي اشق عليك. وبعدين يعني يبقى الواد مش معايا وكمان ابوه مش معايا. الواد مع ابن اخوه وابوه عنده شغل. جرايه يا منيره؟ عايزاني اسيب شغلي واقعد جنبك؟ ده منى عين، بس انت يا اخويا اللي تقلان عليا ورمين. معلش، ما هو من زرع حصد، وانت زرعتك معايا ما كانتش كويسه. ما خلاص بقى يا تيفا، ما يبقاش قلبك اسود قوي كده. جراله انت بتلمع غوايش ولا بتلمع اوكر؟ روح لمع بعيد وخليك حسيسه بني ادم. فهمتش نجر بقى بالذمه يا تيفا، يرضيك منيره حبيبتك تبقى لابسه خاتم فالصو وجوزها جواهرجي قد الدنيا. يا سلام، جت على الخاتم يعني؟ ماشي يا ست، نقي الخاتم اللي انت عايزاه وخديه، وخدي فيه غويشه كمان. فلو طلبت عناية يا منيره اديها لك، بس على شرط تفضلي عاقله وتمشي زي ما انا عايز. ما خلاص بقى يا تيف الله، وبعدين اعتبرني من دلوقتي خاتم يا سيدي في صباعك. بس انا ليا طلبتين. هو ايه؟ سكتنا له، دخل بطلباته؟ طلبات كترت قوي يا ست منيره. لا والله ما ليا، ده لابويا والاهل حارتنا عايزين يشغلوا فلوسهم عندهم. ابوكي وانا حارتنا؟ فلوس ايه دي؟ جابوها منين؟ الله اعلم، هما جمعوا مبلغ كبير قوي وقصدوني، وما اعرفش بقى جابوه منين. مبلغ كبير قوي؟ هيكون كام يعني؟ 500,000 جنيه. 500 كام؟ عجيبة. في أماكن كتير في أمريكا، بس أنا بفضل من وجهة نظري هيستون. هيستون دي مدينة في تكساس، وهي أكبر مدينة في الولاية، والمدينة دي عدد سكانها مش كتير، 1,000,000 ونص نسمة، بس الأراضي فيها أراضي خصبة جدا، ممكن نأجر فيها بسهولة. لا ما شاء الله، بس أنا من وجهة نظر المتواضعة معليك ان احنا لو زرعنا هناك وبعدين نقلنا المحاصيل على هنا، ده بيساوي تكلفة ازيد. ده بعد اذنك طبعا يعني. وايه اللي يخلينا نجيب المحاصيل على هنا؟ ما نزرع هناك ونبيع هناك. بس انا موافقك في كلمه اللي احنا نعرف التكلفه دي كام وبعدين نبقى نقارن. ده كلام مظبوط، بس انا اعتقد ان هناك ارخص، بدليل ان وزاره الزراعه في مصر درست الموضوع ده وكانت هتنفذه، بس مع الاسف اترفض لاسباب سياسيه. يا فندم لازم يترفض، ما مش معقول ابدا نروح نزرع ارض امريكا كلها ونسيب ارض مصر هنا تبوظ. يا حبشي ما تقطعش معالي الوزير. حاضر، سيبه براحته. بقول لك ايه يا معالي الوزير، احنا مش ممكن نقعد مع ناس من وزاره الزراعه اللي اشتغلوا على الموضوع ده عشان نفهم منهم؟ ممكن طبعا، ما فيش اي مانع. وبعد اذنك يا بابا، الحاج احمد كان عايز يقعد مع الاستاذ اسماعيل شافع عشان عندنا مشكله كده في طباعه الكتب. يبقى فكرني وانا اكلمه. معلش جنابك هنتعبك معانا، سامحنا. لا يا حاج احمد مفيش تعب ولا حاجه. والله يا معالي الوزير انت كترتنا وزودتنا. حط له فاكهه يا احمد. اديله. شوف يا حاج احمد، الاستاذ جمال حبيب عمل لي تقرير كامل بالموضوع بتاعك ولقيت اسف يا سعاده الباشا، سامحني لا مؤاخذه، يعني هو اللي انا قلته للاستاذ جمال حبيب غير خالص اللي انا جاي اقوله لجنابك. هيختلف في ايه يا حاج؟ انت مش جاي لي عشان موضوع الكتب؟ هقول لحضرتك انا مثلا، يعني بدل ما هتكلم في 100 مليون لا هتكلم في 300 مليون، بدل ما كنت هعمل عقد سنتين لا هعمل عقد 5 سنين. والفرق ده هيجي منين؟ هنزود كمية المطبوعات؟ أنا هقول لحضرتك،
انا قعدت في الحقيقه مع الحاج فتحي اخويا والحاج محمد. حضرتك تعرفهم شخصيا؟ لا، بس بشوف صورهم معاك في الاعلانات. اله يا رب اليوم اللي هناكل فيه لقمه طيبه مع بعض ونبقى اخوه في الله يقرب بقى ان شاء الله يا حاج. بص حضرتك، احنا الى جانب الكتب ان شاء الله هنعمل كراريس كشاكيل، هنعمل كتب خاصه لكل مراحل التعليم. ما شاء الله، انتوا ناويين تعملوا فجاله خاصه بيكم لوحديكم ولا ايه يا حاج؟ لو فتح سمعك الله يحظك يا باشا. طب والله الكلام على قولك يا بيه، مصر كلها تنفع فجالة، البلد دي فيها احلى شغل. اللي يسمع كلامك كده يا حاج يقول مفيش ديون حكومية ومفيش بطالة يا سعادة البيه، الحكومة دي مديون علشان بتخلص شغلها الساعة 2 وتروح تنام. لا اله الا الله، في حكومة تخلص شغل وتروح تنام الساعة 2؟ لا، احنا بنشتغل 20 ساعة في اليوم، 22 ساعة في اليوم، لو قفلت يا اسمي يبقى احنا بيه. ربنا يديكوا الصحة يا حاج. اللي قول لي يا حاج، معالي الوزير فهمي خليل اشتغل معاكم؟ هو اخ وصديق وراجل محترم، بس لا ملوش دعوه بالشغل. بس واضح من اهتمامه انه له دعوه. ما هو سبحان الله، ربنا لما يوفق القلوب ويألفها ببعض كده، لا اله الا الله، يعني ما سبحان الله، قلب سعادتك وقلب سعاده الوزير ربنا يديمها نعمه. طب يا حاج، بس يا ريت تشوف لي صيغه ثانيه للاتفاق غير موضوع تثبيت سعر الورق ده. لا الله يبارك لك، ده هو ده اس الحكايه واصل الموضوع. لا اله الا الله، بقى سعادتك انا هديك 300 مليون جنيه كاش، يعني ممكن اسمح لي يعني تشغلهم في 300 مشروع، ده هيعوضك عن تثبيت سعر الورق سعادتك. طلع السعر بعد كده الله يعوض عليك، نزل السعر الله يبارك لك ويبارك لنا. غلبتني يا حاج، انا موافق بس بشرط. انت تؤمر؟ هنشغل نصهم عندكم في التوظيف يعني، وتديني اعلى عائد. انت تؤمر يا سعاده الباشا، عنينا الاثنين. حاضر، بس بعد اذن حضرتك احنا نعمل العقد الاول ب 300 وبعدين تردوا لي نصهم، بعد كده نعمل بيهم عقد التوظيف، يبقوا عائدين جنب بعض، وادي لحضرتك الارباح اللي انت تشوفها. ماشي يا حاج، اديني فرصه كده اشوف التكييف القانوني لموضوع تثبيت سعر الورق. براحتك يا باشا. عندي سؤال تاني ليك يا حاج. امرني. هو انت ورا الحمله اللي بتحرم سعر الفايده في البنوك وتعتبرها ربا وحرام هو في الحقيقه احنا مش وراها، بس احنا مع الحمله دي. ليه بقى؟ لان احنا كمان رافضين تثبيت سعر الفايده في البنك. احنا عندنا الارباح متغيره، والله احنا كسبنا المودع يكسب، احنا خسرنا المودع يخسر، في العقد اصلا مكتوب كده. افهم من كده ان الفلوس اللي هنحطها عندكم ممكن تخسر؟ انت بتقول ايه يا باشا تخسر؟ انت بتقول ايه؟ معاش اللي يخسرك. لا يا ماجد مالكش حق، انا فاكر ان احنا جايين نقابل السيد الوزير، بعد كده ما تفاجئنيش بحاجه زي كده. يا حاج يا حاج، وكيل الوزاره ده اهم من الوزير، هو اللي بيعمل كل حاجه، والوزير جه عليه، يعني هو اقدم الوزير ويعرف الدهاليز كلها. انت قلت لي اسمه ايه؟ كامل فريد. طب خليك معايا باسمه على طول، صعبه تنسى اليومين دول. اسمه ايه؟ كامل فريد يا حاج. كامل فريد. على فكره انت غريب قوي يا محمد، عادي دي مراته، من حقها تيجي معاه، وبرضه من حقها اللي هي نازله معاه عادي. يعني هي لو كده يا احمد كنت انا جيت لك ولا قلت لك حاجه؟ ما كانت هنا امبارح طول اليوم. طب هي فين دلوقتي؟ هي متلقاها جوه في المكتب. ها؟ هي لا اله الا الله، عايزني اخد موقف بناء على ايه؟ مفيش موضوع يتاخد بناء عليه موقف. طب نعرف حتى جت تاني ليه؟ هنعرف. امتى؟ يا سيدي دلوقتي، ولما نعرف بناء على اللي هنعرفه ناخد موقف.